مساء الخير من محطة الاي ام بي ببرنامج كل الرياضة الليلي. رح نتكلم عن الرياضة العربية بعد عدة وقفات مع الرياضة المحلية. حان الوقت نرجع إلى الملف العربي ومن باب الرياضة الميكانيكية، وأنا سعيد جدا أن أستضيف بحلقة الليلة من كل الرياضة الصديق القديم العزيز جدا والزميل أحمد الصبان، أحد مؤسسي رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية، والذي لا يزال يشارك في بطولة الشرق الأوسط للراليات بالرغم من الحادث الكبير الذي تعرض له منذ حوالي سنتين. بالبداية بدنا نقول لك الحمد لله على السلامة أحمد. الله الحمد لله على يسلمك. السلامة لشفائك العاجل من العملية الجراحية اللي قمت فيها من حوالي السنة ونصف، وأيضا لعودتك إلى عالم بطولة الشرق الأوسط راليات، الموضوع الأساسي في هذه الحلقة، بالإضافة إلى الرياضة الميكانيكية في المملكة العربية السعودية. هناك عتب كبير أحمد في بداية هذه الحلقة على رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية وعلى إدارة هذه الرياضة في المملكة. لا توجد نشاطات مكثفة كما هي الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة الأردنية الهاشمية أو لبنان أو سوريا، ما السبب؟ طبعا يمكن أحد الأسباب الرئيسية أنه كان ما لا يوجد اتحاد أو جهة حكومية مسؤولة عن رياضة السيارات في المملكة، ولكن بالمجهودات المسؤولين في الفترة الأخيرة تم تكوين اللجنة السعودية لرياضة السيارات. أعتقد هذه بداية الطريق الصحيح لإنشاء رياضة داخل المملكة بطريقة احترافية لاكتشاف المواهب لتطوير رياضة السيارات في المملكة. أعتقد أنه بداية الثمرات إيجاد حلبة جدة ريسوي في القريب العاجل، إن شاء الله حنشوف حلبة الريم بالرياض، بنشوف المناسبات زي البطولات اللي بنظمها الأخ عبد الله باخشب، الأوتوكروس، الكارتينج، التطعيس، حيكون في بعد رمضان حيكون في رالي كروس. يعني أوكي في أنشطة ولكن خفيفة، ولكن أعتقد أنه هذه البداية، إحنا ما نبي نستعجل الأمور، أعتقد خطوة خطوة وهذا يعني أن الأمور تجري في المسار الصحيح حاليا في المملكة. طبعا لازم تكون خطوة خطوة، لأنه لو تستعجل الأمور أعتقد حتكون نتائج سلبية، إحنا نبغى نتائج إيجابية، فخطوة خطوة أعتقد أنها كويسة لبناء جيل يكمل مسيرة السائقين السعوديين في بطولة الشرق الأوسط وفي المسابقات العالمية. ولكن أحمد، كما هو معروف عالم رياضة السيارات يتطلب أموال طائلة إذا استطعنا القول من أجل تحقيق هذه الموهبة ومن أجل الحصول على السيارة الممكنة. هذا الأمر متوفر في المملكة لعدد كبير من الأشخاص، ولكن لماذا لم نرى مدارس خاصة أو طلاب يتعلمون ويتدربون في مدارس خاصة خارج المملكة ومن ثم المشاركة؟ أولا أنه إيجاد التمويل في المملكة بطريقة سهلة هذا كلام غير صحيح. أول شيء يمكن الشركات الداعمة ما عندها إلمام أو ثقافة بالفائدة من الدعم لرياضة السيارات، مع أنه الدعم لرياضة السيارات والمردود الإعلامي كبير وعالي، ربما بسبب التغطية الإعلامية. لا التغطية الإعلامية عالية، ولكن بعدم وجود أنشطة رياضة السيارات في المملكة في السابق. الآن الشركات بدأ يكون عندها إلمام، السنة الماضية صار رالي حائل، أعتقد حقق نجاح ولو بسيط ولكنها كخطوة وجيدة، أنه يكون في سائقين يتعلموا رياضة السيارات في الخارج. أعتقد بدأت بنشوف الأمير خالد بن سلطان بيشارك في بطولة بي ام دبليو للفورمولا، اتمنى انه كمان نشوف سائقين سعوديين يسافروا على مدارس في اوروبا ليتعلموا اسس رياضه الراليات غير السيارات، لانه الفورمولا الحلبات غير والراليات غير. بنشوف السائقين مؤخرا بيشاركوا بطوله الشرق الاوسط ولكن نتائجهم ما هي جيده. رياضه الراليات يبغى لها تثقيف وتتعلم كيف تسوي وتكثيف الانشطه المحليه. نعم ربما نعم لتطوير السائقين. لتطوير السائقين نعم لتطوير السائقين نعم. ماذا عن رالي حائل؟ البعض انتقد انظمه السلامه في هذا الرالي، البعض اعتبر انها لم تكن كافيه، ولكن كخطوه اولى العمليه كانت ناجحه. طبعا يمكن عوامل السلامه كانت ليست في متوسطة في المستوى المطلوب بحكم التكلفة حتكون عالية، وكنا حنشوف انه السائقين حيكون عددهم اقل.
ففي كم أول مناسبة أو أول حدث يقام في المملكة كان هناك تساهل في مواضيع السلامة، كان مطلوب بس الأسس الأولية زي طفاية حريق وبعض الأساسيات لعوامل السلامة، ولكن أعتقد العام القادم اللي هو 2007 لن يشارك إلا اللي عنده فل سيفتي إكويبمنت أو المتابع للاتحاد الدولي للإف أي إيه لمواصفات السلامة، وأعتقد هذه خطوة لتطوير رياضة السيارات. هل سيكون هناك أكثر من رالي حائل في المملكة؟ طبعا هي رالي حائل خطوة كرالي صحراوي، أنا حسب معلوماتي أنه حيكون في القريب العاجل يعني العام القادم حيكون في رالي جروب إن يا في منطقة جدة يا في الرياض يا في الشرقية في واحدة من مناطق المملكة. أنا أتمنى أني أشارك في أحد هذه الراليات قبل ما أترك رياضة السيارات كسائق. وبالطبع في هذا الأسبوع سوف ينطلق رالي الإمارات الصحراوي، وهنا نعم تحية لمحمد بن سليم الصديق الكبير. طبعا محمد، أنا أتذكر عام 92 في أول مشاركة لي في رالي الإمارات الصحراوي كان هذا السباق يعني في أول خطواته، والآن أحد أهم بطولة العالم للراليات الصحراوية، وهو مسك الختام بطبيعة الحال. نعم، وأعتقد أنه بطل الشرق الأوسط محمد بن سليم بذل مجهود جبار لإنجاح هذا الرالي ووضعه على الخارطة الدولية. ونحن نعرف طريقة وحب محمد بن سليم لهذا النوع من الراليات، وكنا معا حين قدم جان أليزي إلى نعم دولة الإمارات العربية المتحدة، ورأينا عشق محمد بن سليم. هذا العشق هل نراه اليوم في وجه ممدوح خياط، في وجه عبد الله بخشب، وفي وجه أحمد الصبان في المملكة العربية السعودية من أجل إيصال رياضة السيارات في المملكة لما وصلت إليه في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا في المملكة الأردنية الهاشمية، مع حب جلالة الملك حسين وجلالة الملك عبد الله لهذه الرياضة؟ نعم، يمكن لو نسوي مقارنة بين عدد السائقين في دولة الإمارات وبين السائقين اللي ظهروا في خلال 20 سنة في المملكة يتعدوا يعني 4 5 سائقين، ولكن في الإمارات تلاقي مئات السائقين. أعتقد إنه الكابتن عبد الله بخشب وممدوح خياط وأحمد الصبان حيكونوا يعني مثال مثال لكل السائقين السعوديين الذي يتمنوا إنه يوصلوا أو يشاركوا بطولة الشرق الأوسط أو في جميع مناسبات الرياضية في كرياضة السيارات، وحنكون يعني أبوابنا مفتوحة لأي استشارة أو أي خدمة نقوم ونقدمها لهؤلاء الأبطال الصاعدين، لأنه أتمنى أنه نشوف أبطال الشرق الأوسط قادمين من السعودية كما فاز فيها الكابتن ممدوح خياط والأخ عبد الله بخشب في السابق، وأعتقد أن حققنا نتائج جيدة. مجهوداتنا هي أحد أسباب تأسيس رياضة السيارات في السعودية الآن، فأعتقد أنه هي التي أعطت الدفع لإنشاء نعم، هذه وأعتقد أنه الرياضة. يعني أنا والأخوان الكابتن ممدوح والأخ عبد الله أنه نفتخر أنه إحنا أحد مؤسسين هذه الرياضة في المملكة العربية السعودية. ونرى أيضا نشاطات للكابتن نعم ممدوح وخاصة في مجال بورش كلاب. نعم طبعا الأخ والكابتن ممدوح خياط هو المسؤول عن بورش كلاب في المملكة، عبد الله بخشب بنشوف هو الآن يطلق على نفسه أو يطلق عليه مطور رياضة السيارات في المملكة بحكم أنه أنشأ رياضة بطولة الكارتينج لأول مرة، في بطولة الأوتو كروس أطلقها لأول مرة، وتويوتا كاب أيضا، وهو اللي سوى فريق تويوتا لبطولة الشرق الأوسط في السابق، يعني ليه بصمات ويشكر عليها لتطوير رياضة السيارات في المملكة. وهل نرى اليوم جيلا جديدا؟ من سنتين وخلال مشاركتك في رالي لبنان الدولي كان إلى جانبك سائق ناشئ في فريق الحلم السعودي، أين أصبح هذا السائق وأين أصبح جيل الشباب اليوم المشارك في بطولة الشرق الأوسط؟ طبعا مهمتنا كسائقين ذوي الخبرة أنك تضع السائقين الصاعدين في أول الطريق، هو يكمل الطريق، ما تقدر أنت تكمل له طول عمره، يعني هذا اللي حدث معايا. أنا في بداياتي ساعدني الكابتن ممدوح خياط وعبد الله با خشب انه وجهوني بس كيف ابدا. يمكن عيسى الدوسر يعني الدعم اللي لقاه مني اكبر من اللي انا لقيته في البدايات، ولكن اتمنى انه هو يترك الكسل ويتوجه للشركات ويجهز نفسه ليكمل مسيرته، لانه لسه شاب صغير ولسه قدامه 10 سنين ينتج فيها، هو سائق جيد. احمد، فاجاتني خلال هذا الحديث بالقول ان الاموال ليست متوفره بسهوله بين هلالين في المملكة من أجل دعم رياضة السيارات أو من أجل دعم السائقين الناشئين، ما المطلوب من أجل توافر هذه المادة الخضراء من أجل مساعدة السائقين؟ طبعا أنا دائما لما أقدم للشركات بقول لهم أنه رياضة السيارات هي المنتج الجديد اللي حيسوق لكم منتجاتكم، يعني منتج بيسوق منتج. يمكن عدم تثقيف الثقافة غير موجودة داخل المملكة بالمردود رياضة السيارات. في فترة السنة الماضية أعتقد الآن بدأت
الشركات تعرف ايش المردود الاعلامي اللي تستفيد منه، يعني يمكن اذا دفعوا مليون حيجيهم مردود 5 مليون. فالان في تثقيف السائقين الشباب، اعتقد انهم يبغى لهم يشتغلوا اكثر على حالهم، يبغى لهم يحضروا العروض اللي هي تكون مثيره للشركات الداعمه. وانا اعتقد انه الان العروض من خلال النتائج، يمكن حتى الشركات يمكن في البداية ما تنظر للنتائج بقدر المردود الإعلامي. يعني أنا أبغى أدفع ريال أبغى ألاقي مردود إعلامي يساوي 5 ريال، أعتقد المردود الإعلامي مهم. ويمكن شفنا شركة موبايلي في الفترة الأخيرة بتدعم جميع الرياضات. أنا أحد يعني فريقنا اسمه الآن فريق موبايلي السعودي للراليات، في بطولة كارتينج موبايلي، في بطولة أوتوكروس موبايلي. موبايلي الآن متوجهة بصورة قوية وأخذت نظرة معينة من أجل الدخول إلى السوق الآن. يعني الآن موبايلي معروفة ليس داخل المملكة، في جميع الدول العربية ويمكن الدول العالمية، مع أنها هي شركة اتصالات سعودية. فأعتقد أنه أقدم لهم جزيل الشكر على دعمهم لجميع الرياضات السعودية وخاصة رياضة السيارات. رياضة السيارات أحمد الصبان بدأت تنتشر بشكل كبير جدا في دول المنطقة وخاصة في منطقة الخليج، مع وجود 3 حلبات مميزة جدا، هي حلبة الصخير في البحرين، حلبة لوسيل في قطر، ودبي أوتودروم. وهذه حلبات كبيرة جدا وتستقطب مدارس لتعليم قيادة السيارات وتعليم الكارتينج، وأيضا قريبا جدا سوف نرى حلبة في أبو ظبي أيضا. ماذا عن المملكة العربية السعودية، وما هو الدور المساعد لهذه الحلبات غير المشاركة في بطولة العالم، الدور المساعد لمنطقة الخليج؟ طبعا كثير من المشاهدين يمكن في بعضهم يعرف او لا يعرف انه كثير من الفرق الكبيره في بطوله العالم زي فرانك ويليامز بدا من السعوديه، ديفيد ريتشارد بدا من منطقه الخليج، فهذول بدا اسسوا هذه الفرق من الخليج. فاعتقد من باب اولى انه الخليج يرجع ياسس حاله ثاني مره. يعني وكان من اول المشاركين في بطوله العالم للفورمولا 1، ولكن للاسف انسحب في يعني اواخر السبعينات. فرانك ويليامز كان اسمه ويليامز السعوديه ويليامز كان وبطل العالم لسنتين او 3 سنوات. اعتقد انه كانت يمكن هذه الفرق السعودي ويليامز تاسس في الفتره الغلط. احنا كسعوديه ما كنا نعرف عن رياضه السيارات، يمكن الان كان يمكن هذا وقتها. الان التوجه مغاير الان، نعم يمكن هذا الوقت المناسب لفريق سعودي ويليامز. واتمنى اني اشوف فرق يعني الامارات بتصرف فلوس كثير، اني اشوف فريق اميريت فورمولا 1 تيم مثلا، او اشوف بطولات زي كذا. بنتكلم نرجع على السعوديه، انه الان عندنا حلبه جده ريس واي اللي هي دراج ريس، حنشوف السنة الجاية حلبة الريم اللي هي حلبة متكاملة وفيها حلبة كارتينج. شوية شوية حنشوف حلبات كبيرة في المملكة إن شاء الله. إذن الدور كبير لهذه الحلبات في المنطقة، ونرى فورمولا فورد فورمولا بي أم دبليو في آسيا، والقسم الكبير من السائقين من دول الخليج. هل تتوقع مستقبل ناجح وكبير لهؤلاء السائقين على المستوى وعلى الصعيد العالمي؟ والله أنا متفائل، بنشوف سائق من البحرين الآن بينافس بطولة العالم فورمولا 3، في الديراني من الأردن بينافس بطولة العالم، في بنشوف الأمير خالد بن سلطان بيشارك في بطولة بي ام دبليو فورمولا. أعتقد السائقين هذول هم النواة، ولو ما حققوا بطولة ولكن هم النواة الأولى لإظهار سائق حلبة أو ذو المقعد الواحد اللي هم فورمولا. يعني زي ما احنا بدأنا وأسسنا رياضة الراليات، الان جت الوقت انه تاسس سائقين للفورمولا 1. يمكن هذول السائقين هم النواه، حنشوف جيل بعدهم حيكون نتائجهم احسن، وبرضه حيكون شكر لهؤلاء السائقين اللي بداوا في المنطقه توجههم فورمولا 1 او فورمولا ريس. يعني اتمنى انه يكون في المقاعد الاحاديه تصاعد. نعم بالضبط، كما هي الحال مع الاي 1 مع فكرة الشيخ مكتوم بن حشر. والآن بنشوف في بطولة كارتينج، يعني هي الأسس الأولى. يعني اليوم في كارتينج، في بطولات، يعني اعتقد انه في نجاح. بنشوف سباق 24 اورز، يعني السنه الماضيه كان في سباق في المملكه كاول سباق 24 اورز نظمت له احدى الشركات العالميه، فطلب مني اني اشارك لدعم لهذا السباق، وشاركنا وخلصنا المركز الثالث كاول فريق سعودي. اعتقد ان البطولات شويه شويه، وانا بقول للناس يعني انا اليوم حتى لو تركت رياضه السيارات كمتسابق ما حتركها كإنسان مستشار، يعني يستشار له في في في, في التنظيم والمشاركات، لأنه أعتقد أنه هذا واجبي في المستقبل بعد ما أوقف أني كسائق. يعني وهذا واجب قومي أيضا. نعم.